وربنا في القرآن بيقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالحياة فيها بسط حتى يتعرف الإنسان على كرم الله ويتعلق بعطائه، وفيها قبض حتى يتعرف الإنسان على قدرة الله ويتعلق بنجاته ولطفه سبحانه وتعالى. وقبض ربنا سبحانه وتعالى أو عطاؤه مش دايما متعلقين برضاه أو غضبه. ربنا بيقول بيطمن قلب الإنسان اللي في المحنة، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا يعني لا تخاف، ما تربطش ما أنت فيه من محنة بأن أنا غضبان عليك يا عبدي أو بنتقم منك. كلا، والقدر محير، فأنت ممكن تشوف إنسان طائع منعم أو طائع مبتلى، أو تشوف عاصي منعم أو تشوف إنسان عاصي ومبتلى. ولا يبقى للإنسان في بحر الهموم إلا التسليم لأقدار الله والتعلم من رسالة الله إلى الغارق في المحن كيف ينجو بنفسه وقلبه.